씨. أصدرها في مؤسسة الحسين للسرطان. يعتبر السرطان ثاني سبب رئيسي للوفاة عالمياً، وفي عام 2015 حصدت الأورام الخبيثة أرواح 8,800,000 شخص. يبلغ نصيب البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل 70% تقريباً من الوفيات الناجمة عن السرطان. بحسب تقرير وزارة الصحة 21 لوبائية السرطان لبيانات العام 2016، تم تسجيل 8,152 حالة. يشكل الأردنيون ما نسبته 73.6% من إجمالي الإصابات المسجلة بعدد 5,999 حالة، ولكافة الفئات العمرية وجميع أنواع السرطان، في حين بلغ إجمالي الحالات بين غير الأردنيين 2,153 حالة، ما نسبته 26.4% من مجموع الحالات المسجلة. توزعت الإصابات بحسب رئيس قسم مكافحة السرطان ومدير السجل الوطني للسرطان الدكتور عمر النمري بين الأردنيين بواقع 2,815 حالة للذكور، أي ما نسبته 46.9%، و 3,184 حالة للإناث بنسبة 53.1%. يستقبل مركز الحسين للسرطان حوالي 5,600 مريض سرطان سنوياً من كافة المحافظات وبمختلف الفئات العمرية، ويعالج جميع أنواع السرطان. نستعرض عليكم الآن إحصائيات وأرقام حول أنواع السرطان الأكثر شيوعاً في الأردن. قائمة السرطانات الخمس الأكثر شيوعاً بين الذكور: 1- سرطان الرئة بنسبة 12.9%، 2- سرطان القولون والمستقيم بنسبة 11.9%، 3- سرطان البروستات بنسبة 8.3%، 4- سرطان المثانة بنسبة 8%، 5- سرطان الليمفوما بنسبة 5.4%. أما في قائمة السرطانات الخمسة الأكثر شيوعاً بين الإناث: 1- سرطان الثدي بنسبة 39.7%، 2- سرطان القولون والمستقيم بنسبة 9.7%، 3- سرطان الغدة الدرقية بنسبة 6.9%، 4- سرطان الرحم بنسبة 4.2%، 5- سرطان الليمفاوية بنسبة 3.5%.